أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسلا فوندرلاين على أن وقت التوصل إلى حل دولتين بين إسرائيل وفلسطين إما أن يتم حالياً أو لن يتم للأبد. وأضافت فوندرلاين أن الإسرائيليين والفلسطينيين لديهم فرصة العمر للتوصل إلى حل سياسي في صراعهم المستمر منذ عقود. وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أنها تحدثت مع كل أطراف الصراع والدول المعنية الأخرى، مضيفة أنه هناك تفكيرا مشتركا حول كيفية حدوث ذلك، وأكدت أن الدولة الفلسطينية المستقلة يجب أن تحكم الضفة الغربية وقطاع غزة.